أقبل معجزة لكنز للنساء لإزالة أي تجاعيد في الوجه وكمان نضارة رهيبة للبشرة. العشبة دي فعلا كنز ليكي، عشبة ربانية عجيبة بتشد التجاعيد المستحيلة والعنيدة فورا، بتدي درجة تفتيح رهيبة للبشرة، بتزيل الحبوب، بتزيل آثار الحبوب، بتزيل الخطوط، بتزيل كرمشة الوجه، بتزيل الترهل الجفون وترهل، وكمان بتشد وبترفع الخدود المترهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بإخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة جايبة لكم سر في عشبة رهيبة. احلى حاجه في العشبه دي ان هي بتطهر البشره، بتخترق البشره من الاعماق، بتزيل كمان مش بس التجاعيد، هي كمان بتزيل السواد، بتزيل التهابات البشره، الحبوب كمان. احلى حاجه فيها برضو ان هي بتتحط حول العينين لازاله الهالات السوداء وترهل وتجاعيد تحت العينين. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. كل اللي احنا هنعمله حبايب قلبي ان احنا هناخد العشبة السحرية دي واحنا هناخد منها معلقتين. والعشبة دي بجد كنز، كنز فعلا للمرأة وكنز للنساء، لانها من الحاجات الفعالة والسريعة جدا لشد التجاعيد وتفتيح لون الجلد وازالة الهالات السوداء. وهو عشبة النعناع المجفف. النعناع من الحاجات الحلوة جدا والكنز فعلا رباني للبشرة. هتبدأي تاخدي معلقتين من النعناع بالشكل ده، النعناع المجفف. وهنا الوصفة بتاعتي ما تنفعش فيها نعناع طازج، فهاتي من العطار النعناع المجفف علشان تستخدمي. بعد كده هنبدأ ان احنا نحط معلقة من المكون ده، ده علشان التفتيح وكمان علشان الهالات السوداء والتجاعيد اللي بتكون حول العينين والسواد اللي بيكون حول العينين، وده هنحطه عشان كده. فهنحط معلقة من الشاي الاسود او الشاي الاحمر، هناخد معلقة صغيرة منه وهنخلطه مع النعناع بالشكل ده. بعد ما خلطنا الشاي بتاعي على النعناع هنبدأ ان احنا نحط المكون بتاعنا الرهيب ده، وده ما اقولكيش بجد من الحاجات الحلوة جدا جدا لتفتيح لون الجلد وتقشير الجلد الميت، وكمان هي فعلا اقوى من البوتكس في شد التجاعيد. وهي ايه؟ القهوة. هنبدأ ناخد معلقة من القهوة. طبعا القهوة عشان الاضاءة وكمان علشان انا جايبها فاتحة، فهتلاقوها لونها يعني فاتح شوية، انما انتي بتستخدمي القهوة اللي انتي عايزاها، بس بعيدي عن القهوة سريعة الذوبان وبعيدي كمان عن القهوة المحوجة اللي فيها اضافات، يعني هاتيها سادة خالص. هنبدأ نقلب معلقة الشاي على النعناع وعلى القهوة بالشكل ده، وهتبدأي ان انتي كمان تحطي عليهم معلقة من الرز العادي بتاعنا اللي احنا بنستخدمه. هناخد معلقة من الرز وهنبدأ نحطها على المكونات بتاعتي بالشكل ده. بعد ما قلبناهم كده، طبعا كالعادة زي ما بقول في كل فيديو، لازم نخلطهم مع بعض في المطحنة علشان يبدأوا يتجانسوا مع بعض ويبقوا باودر خالص. هطحنهم حبايب قلبي وهرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين حبايبي، المكونات بتاعتي بقت باودر خالص بالشكل ده. انا مش هاخد غير معلقة بس صغيرة من البودر بتاعي ده واحطهم في طبق او في فنجان او في بولة او في كده، وهنبدأ ان احنا نركنهم عشان هنعمل بيهم حاجة مهمة جدا جدا هقولك عليها بعد الطريقة الاولانية. الاتنين هنعملهم ورا بعض، فتابعي معايا الفيديو. بعد ما قلبنا المكونات بتاعتنا البودر بالشكل ده وقسمناهم، احنا ما قسمناهمش، احنا خدنا بس معلقة صغيرة وحطناها في الكوباية بتاعتي او البولة بتاعتي بالشكل ده. بعد كده هنبدأ ان احنا ناخد معلقة كبيرة خالص عليهم من النشا او الكورن فلاور، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هتبدأي ان انتي حبيبة قلبي تجيبي هنحط مية بمقدار بالظبط نص فنجان، نص فنجان من الميه، وهنبدأ ان احنا ندوب المكونات بتاعتي كويس قوي بالشكل ده بحيث ان هي ما يكونش فيها اي تكتلات. وهنبدأ ان احنا بعد ما نقلبهم كويس قوي
ما يكونش زي ما قلت لك فيهم اي تكتلات خالص بالشكل ده كده. هنبدأ ان احنا ناخدهم ونرفعهم على نار هادية جدا جدا لحد ما القوام معايا يبدأ ان هو يكون كريمي سايل مش لزج، يعني مش ماسك في بعض. هو بمجرد ما هتلمس النار اصلا مع التقليبتين هتلاقيها تقلت معاكي على طول. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي المكونات بتاعتي بدأت ان هي تتجانس وبقت ثقيلة زي الكريمي بالشكل ده. هتبدأي بقى تقلبيهم كويس قوي لحد ما يبردوا. عايزة اقول لكم ان هي رهيبة بجد بجد تحفة، بس بالله عليكم يا بنات لما تجربوها اكتبولي في الكومنتات عشان اخواتكم يتشجعوا، عشان اللي خايف يجربها، لان في بنات بتخاف مع ان الوصفة ما فيهاش اي خوف. هي من الحاجات الحلوة قوي قوي للبشرة ومكوناتها ملهاش اي اثار جانبية وما تمشي مع جميع انواع البشرة. هنبدأ ان احنا ندهنها على البشرة وعلى التجاعيد وتحت العينين، وهنبدأ ان احنا ندهنها كويس قوي كمان على الرقبة وعلى الايدين عشان لو عندك تجاعيد في ايديكي. وهتبدأ ان انت تسيبيها لمدة 20 دقيقة او 25 دقيقة كاملة. بعد كده هتبدأي لو بشرتك حساسة ما تشيليهاش عن طريق الفرك، لو بشرتك مش حساسة يبقى الافضل تشيليها عن طريق الفرك علشان تشيلي كمان الجلد الميت من بشرتك وهي الوصفة عليها. هتستخدمي الماسك الرهيب ده مرتين اسبوعيا. يلا بينا بقى هقول لكم على الطريقة اللي هنعملها بعد الماسك ده على طول، ودي مهمة جدا لازم تتفرجي عليها علشان دي هتديكي نتائج وهتخلي الوصفة تجيب معاكي نتيجة اسرع بنسبة 100%. هنبدأ ان احنا نجيب البودر بقى اللي هي المعلقة اللي احنا قلنا عليها، وهنبدأ ان احنا نجيب ونحط عليها معلقة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة خالص من زيت الزيتون البكر يكون نوعيته كويسة. وكل ما هتجيبي زيت زيتون كويس كل ما هيكون النتيجة افضل ليكي. هنبدأ نقلب زيت الزيتون على البودر بتاعي بالشكل ده كويس قوي. بعد كده بعد ما قلبنا زيت الزيتون على المكونات بتاعتي بالشكل ده، هتبدأي ان انت تاخدي معلقة من جل الالوفيرا او جل الصباج، معلقة من جل الالوفيرا او جل الصباج، وهنبدأ نقلبهم مع بعض بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نجيب بقى طبق مثلا زي كده وهنحط جواه الفنجان بتاعي او كده، ونحط جواه مية سخنة ونعمل تقليب كويس قوي ونشغل الزيوت ديت على حمام مائي كويس قوي. بعد كده هتبدأي ان انت تصفيه وتدهنيه على بشرتك بشكل يومي ككورس كامل لمدة اسبوع واحد فقط. ده هنستخدمه يوميا لمدة اسبوع وماشي، وده هنستخدمه مرة واحدة في الاسبوع او مرتين. ده بيعمل على سلخ السواد وشد الوجه بسرعة، ده بيعمل على تفتيح دائم وشد التجاعيد بشكل دائم، وكمان نعومة ونضارة للبشرة. تمام، هتستخدميهم هتلاقي منهم نتائج هايلة. جربيهم وادعيلي من قلبك دعوة خير. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.